بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم بالروح بالدم نفديك يا يمن. أرحب بالحاضرين من أبناء موزع المتوافدين من كل حدب وصوب إلى موقف الشرف والكرامة والإباء والوفاء، وإنني باسم مديرية موزع نرحب ترحيبا حارا بوصول قوات المقاومة الوطنية إلى مديرية موزع، وإننا إذ نستقبل هذه القوات لنؤكد أننا في خندق واحد وفي شراكة مبنية على الثقة تجمعنا معركة واحدة هي استعادة كل جزء وكل شبر من أراضي الوطن الحبيب من الميليشيات الكهنوتية. وإننا في هذا الموقف لنؤكد أننا في أتم الجاهزية والاستعداد لرفض الجبهة بالمقاتلين والسلاح والعتاد حتى يتحقق النصر المؤزر بإذن الله، كما أننا نوجه دعوة ومناشدة للقوات المشتركة لاستكمال تحرير محافظة تعز، وإن أبناء موزع سيكونون في مقدمة الصفوف، ونؤكد على أن أبناء موزع جزء لا يتجزأ من المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق محمد عبد الله صالح. بالروح بالدم نفديك يا يمن. أبناء مديرية موزع ممتثلين لتوجيهات قائد المقاومة الوطنية ومستعدين لتقديم التضحيات في سبيل الوطن. وفي الأخير لا نغفل عن زيارة القائد العميد طارق محمد عبد الله صالح لمديرية موزع، والتي حملت تعبيرا صادقا عن مشاعره تجاه هذه المديرية التي بدورها تبادله نفس المشاعر. يجب أن تتحلوا به دائما وأبدا، وخاصة في ميدان القتال. كذلك المحافظة على الأموال العامة، كذلك المحافظة على الممتلكات الخاصة للمواطنين، التحلي بالأخلاق العالية في ميدان القتال. أنتم مشروع بناء وليس مشروع هدم وموت. حفاق السلاح أحرار الوطن أهل القضية والموقف والمعركة الوطنية أبطال اللواء الخامس من رأس الجمهورية، المتخرجون من الدورات التخصصية والنوعية، باسمكم جميعا نرفع أسماء آيات الشكر والتقدير والامتنان لقيادة قوات المقاومة الوطنية وعلى رأسها قائدنا المناضل الجمهوري